تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الفرات وهو يقوم بممارسات جنسية مع إحدى الطالبات بقصد الحصول على منفعة جنسية مقابل تسريب الأسئلة الامتحانية. معنا عبر الهاتف لتوضيح هذه القصة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة عميد كلية الحقوق في جامعة الفرات الدكتور أحمد عبد الرحيم والذي أجرى التحقيق مع الدكتور المتهم. أهلا بك دكتور. الله يسلمك، أهلا وسهلا فيكم. بداية، هل هناك ادعاء فردي من طالبة أو مجموعة من الطالبات ضد الدكتور المتهم أم لا؟ لا، لا يوجد أي ادعاء من أي طالب أو طالبة تجاه هذا الدكتور. نعم. الحقيقة أن هذا الموضوع تم بورود عدة فيديوهات يرى أو يظهر فيها هذا الدكتور عضو الهيئة التدريسية بمظهر غير أخلاقي ويتلفظ ببعض العبارات النابية، ومباشرة قام سيد الدكتور رئيس جامعة بتكليفي بعد إطلاعي على هذه الفيديوهات بتكليفي بالتحقيق مع هذا الدكتور، وكان ذلك بتاريخ 26 أو 27 بالشهر الماضي. مباشرة تم التحقيق باليوم التالي مع الدكتور وتبين من خلال مجريات التحقيق الشهر الماضي. الموضوع الشهر الماضي ب 27 تحديدا، كلفت بالتحقيق ب 27/7 وتم التحقيق معه بتاريخ 28/7 وقدمت تقريري بنتائج التحقيق بتاريخ 29/7 وكانت نتائج التحقيق ثبوت ارتكاب عضو الهيئة التدريسية للمخالفات التي ظهر فيها بالفيديو. من سرب هذه التسجيلات؟ ما فهمت. من الذي سرب هذه التسجيلات أو من له مصلحة من وجهة نظرك كونك حققت مع الدكتور المتهم؟ هلا هو الدكتور أقر بأن هناك مضايقات له من بعض الطلاب أو الطالبات يجهل معرفتهم، وحاول بلحظات على ما يبدو كان في شيء ضعف تجاه الدكتور بنفسيته أو شيء، فتصرف هذا التصرف يعني لا أخلاقي للأسف بقناعته أنه يحسن يبرر أنه يحسن يستحصل أو يحسن يعرف من الشخص الذي يتكلم معه عبر وسيلة التواصل المسنجر. فقام صار يوعد أنه توقع أنه تكون طالبة، هو يجهل تماما الذي يتحدث معه طالب أم طالبة. حساب وهمي هو مفكره، حساب وهمي. وتلفظ العضو الهيئة التدريسية أثناء التحقيق بأن كان هناك حاجز أمام الكاميرا فهو لا يرى الشخص الذي يتكلم معه، فلا يجهل إذا كان طالب أو طالبة، توقع من خلال الحديث بأنها طالبة. ولكن أثناء التحقيق يعني انهار عدة مرات واعترف بالجرم أو ما بدي يقول جرم، بالمخالفة التي ارتكبت من قبله والتي تخالف والصفات التي يجب أن يتحلى بها عضو الهيئة التدريسية. ولكن العضو الهيئة التدريسية يعني علميا هو مو شخص سيء، ولكن تصرف هذا التصرف على ما يبدو في هناك مرض أو شيء هو معه إعاقة. بدي أسألك دكتور، هو بيعاني من أي علة نفسية أو جسدية دكتور؟ معه إعاقة طبعا، معه إعاقة جسدية ومو طبيعي يعني ما هو في مشاكل نفسية، ولكن على ما يبدو في شيء عنده شيء بنفسيته في مرض على ما يبدو. طيب. مباشرة بنتائج تحقيق طلبنا مخاطبة سيد وزير لإعفائه وإيقافه عن العمل احتياطيا لمدة 3 أشهر وإحالته إلى مجلس تأديب، وهذا مجلس يعتبر مجلس قضائي، وتم مباشرة اتخاذ القرارات وإعفائه من قبل سيد الوزير بناء على كتاب تم سيد حفاؤه. رئيس الجامعة. بس على ما يبدو في بعض هناك الجهات المتنفذة في محافظة دير زور القصد منها الإساءة إلى جامعة الفرات، وأنا ما أعتقد يمكن ممثلة بإدارة هذه الجامعة، لأنه بدأت بمحاربة الفساد. ففي قضيتين يعني الخبر نزل أنه في 3 قضايا تم إحالتهم قضايا فساد، واحدة في موضوع تسريب أسئلة، والقضية الثانية في موضوع أيضا تلاعب بدفاتر امتحانية. التلاعب دفاتر امتحانية هي مواضيع يعني تعتبر من الناحية العلمية أشد على الناحية العلمية من أنه التصرفات الأخلاقية. على ما يبدو هذا العضو الهيئة التدريسية
بسبب إعاقته. يعني ولا تم رفع عقوبة دكتور، تم رفع عقوبة بحق الدكتور المتهم بس ما نفذت. لا مو عقوبة، نحال لمجلس تأديب مجلس قضائي، نحن لسنا جهة قضائية لنفرض العقوبات، نحن منحيل كرئاسة الجامعة ممثلة برئيسها بحيلة إلى مجلس تأديب جامعة الفرات، مجلس تأديب أعضاء الهيئة التدريسية، وهذا المجلس مشكل تشكيل إداري قضائي. طيب أليس من المنطقي الدولة بتحاكم قدامهم دكتور؟ نعم. طب أليس من المنطقي أن تحال مثل هذه القضية للجرائم الإلكترونية لمعرفة تفاصيلها قبل أن تحال لمجلس تأديبي؟ لما بدك تحيلي للجرائم الإلكترونية بده يكون في هناك ادعاء. نحن هذا الإجراء اتخذناه بشكل مبدئي، ريثما يتم لسه التحقيقات ما انتهت، ريثما يتم معرفة جاري من التحقيقات، جاري التحقيقات لمعرفة من الذي تصرف مع هذا الدكتور، تم معاقبة الدكتور، هذا واجب الجامعة، وسيتم بالقريب العاجل معرفة من الطالب أو الطالبة أو الطلاب الذين يعني تواصلوا مع الدكتور وحسنوا يوقعوا بارتكاب هذه المخالفات. فعلى ما يبدو أنا من خلال التحقيق مع الدكتور أنه في عنده مرض نفسي، لأنه مستحيل عمره 59 سنة وعضو هيئة تدريسية ومرتبة أستاذ مساعد يتلفظ بهكذا عبارات التي ظهرت بالفيديو مع يتوقع أن تكون طالبة، للأسف طيب يجهل في معرفتها. في حال كانت طالبة هنا، هل هناك ضمانات لحمايتها، حماية الطالبة المدعية من التعرض لضغوط أو أي شيء آخر بجامعتها؟ طبعا نحن معظم المخالفات التي ترتكب إذا كان المدان عضو الهيئة التدريسية فنحن في قرار مجلس جامعة فرات يتم التخفيف أو إعفاء الطالب الذي يدلي بمعلومات لإدارة الجامعة تفيد بالوصول إلى من يسيء إلى جامعة الفرات. وجامعة الفرات يعني المستغرب أنه بدأت حاليا يعني مثل حملة لمكافحة الفساد الإداري والمالي، نتفاجأ بأنه أشخاص وجهوا الضوء حول قضية، يعني قضية أشبه ما أنه هو ارتكب مخالفة وأقر أثناء التحقيق بارتكابه المخالفة وفرض عقوبة على نفسه، يعني كأني في مرض نفسي فرض عقوبة على نفسه إياه أثناء التحقيق بأحد الأسئلة، قال أنا بفرض عقوبة على نفسي ولتكن الطرد من الجامعة وقدم استقالته. هلا هو طلع صرح كمان دكتور أنه ما بعرف نشروا شيء على المواقع التواصل أنه هو حكى أنه لا مو أنا اللي عامل هيك. لا 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 أقر وأقر أثناء التحقيق أنه ارتكب هذا الفعل عدة مرات في مكتبه الخاص، اعترف فمرة أقر بخط يده. ولكن من غير المعقول أنه دكتور بمرتبة أستاذ مساعد يرتكب هذا ويكون بكامل قواه العقلي. إيه فجامعة الفرات اتخذت خلال 48 ساعة تحقيق، تكليف التحقيق وتحقيق وتسليم نتائج تحقيق لسيد دكتور رئيس الجامعة، ومباشرة سيد دكتور رئيس الجامعة اتخذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات لها التنفيذية وتم إعفاء الدكتور. يعني كجامعة الفرات لا تملك غير إعفاء الدكتور، وحتى وزارة التعليم العالي إعفاء الدكتور من منصبه وإيقافه عن التدريس وإحالته إلى مجلس تأديب أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الفرات. طيب. وننتظر يعني بتعرفي إجراءات قضائية، ولازم خلال أيام تم محاكمته أمام مجلس تأديب. هناك مخالفة، ولكن هناك جهات استغلت هذا، جهات مسؤولة وعي ما أقول بمحافظة دير زور استغلت هذه الفيديوهات، ليس بقصد أنه نشر هذه الفيديوهات بهذه الإساءة، بالإضافة أن بهذه الكيفية فيها تقصدت إساءة، يعني متقصدين هذا الشيء، فيها إساءة لرئيس الجامعة وإدارة الجامعة. ولكن جامعة الفرات من الجامعات المشهود لها، من أكثر الجامعات التي تحارب الفساد ماليا وإداريا، وجامعة بالرغم من إمكانياتها المتواضعة وبالرغم من الحصار اللي تم فرضه من قبل العصابات الإرهابية المسلحة على هذه الجامعة، وبالرغم من الكوادر اللي خسرتها سواء الإدارية وأعضاء الهيئة التدريسية، يعني تقوم بكامل نشاطاتها وتكافح الفساد يمكن من أكثر جامعات القطر، الفساد الإداري والمالي. نستغرب رئيس الجامعة اتخذ الإجراءات الكاملة بحق ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية واثنين من بناتهم لسه بجوز مخالفاتهم أكثر، فتم التسليط على مخالفات لا أخلاقية بقصد الإساءة إلى جامعة الفرات
إدارة هذه الجامعة. نعم. وليس لأنه ما منا فائدة لا من حيث النتيجة لتحقيق المصلحة العامة ولا من حيث المصلحة الخاصة سوى الإساءة إلى جامعة الفرات. نعم. الدكتور أحمد عبد الرحيم عميد كلية الحقوق في جامعة الفرات، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح، يعطيك الألف عافية. أهلا وسهلا.